هي مصيبة نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل مقاطع ريلز على تطبيقكم فيسبوك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على ريلزات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل مقاطع ريلز. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.